عليكم، مرحبا بكم معايا دون سيت نوفيل فيديو. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف ما وعدتكم هذا الاسبوع غادي نقترح عليكم افكار ديال الوصفات بالبيض وخصوصا ديال لومليت. واللومليت اللي نقترح عليكم اليوم غادي نديروها بلي فلوكون دافوان، يعني الخرطال، وبلي زيبينار. الوغ بالنسبه للخرطال كاين بزاف ديال الانواع، كاين اللي كيكون بحال هكا الورقه ديالو صغيره رقيق، هانتوما كتكون باكي يديروا بحال هكا، ها هو الشوفان. وكاين اللي كتكون الورقه ديالو بحال هكذا كبيره، وانا بصراحه هذا هو اللي كيعجبني في لومليت، حيت شي اللي استعملت هذا اللي الورقه ديالو رقيقه بزاف كتولي لومليت دايره بحال الخبزه، ما كتجيش زوينه. المهم اللي بغيت نقول لكم هو بامكانكم تستعملوا اللي بغيتوا فيهم واللي متوفر عندكم. كاين اللي كتاخذ الخرطال او هاد الشوفان بالعبار، يعني من عند العطار، خاصو يتغسل وخاصو يتنقى، ما تنساوش. انا كنفضل هذا البكيه حيت كيكون ديجا موجود ومغسول ونقي. كيف ما كتعرفوا بان الشوفان تيكون غني بالالياف، و تيكون فيه بزاف ديال المعادن وحده اخرى من بينهم المغنيسيوم والزنك اللي مشهورين بزاف. في لومليطه ديالنا ديال اليوم غادي نستعملوا لي زيبينار. كيف ما كتعرفوا غنيين بالحديد ومزيانين بزاف للصحه، ما كناخذوهمش بزاف مالوغوزمون، ما كندخلوهمش بزاف في الماكله ديالنا. هما كاين يقدروا يداروا في بزاف ديال الوصفات، يقدروا يتخادوا مع الروز، يقدروا يتكالوا حتى خضرين بحال هكا مع جلاده. اليوم غادي نقترح عليكم كيفاش نقدروا نديروهم في لومليت. كيف ما كتعرفوا هما دغيا كيطيبوا، يعني كيجيو مزيانين مع البيض. ودابا ندوزو نشوفوا الطريقه. هنايا درت المقيله ديالي فوق من البوطه، فوق من العافيه. غادي ندير زيت الزيتون، زيتون نخليها تسخن، وغادي نديرو لي زيبينار. الو غادي نديرهم بلا ما نقطعهم. كما كتعرفوا لي زيبينار راه دغيا كيدبلوا. ودابا غادي ندوز باش نوجد لومليطه ديالي. الوغ كيف ما كنقول لكم ديما، الا تفرجتوا في الفيديوهات اللي حطيت لكم هاد لا سيمين، يعني البيض كيبقى على حساب عدد الاشخاص اللي غتوجدوا على ودو هاد لومليت. باش نوجدوا اومليطه ديال شخص واحد كنديروا جوج ديال البيضات اولا ثلاثه على حساب الحجم ديال البيضه، واش صغير ولا كبير. وكل ما زادوا الناس كنزيدوا عدد ديال البيضات. هنايا غادي ندير شويه ديال البزار، فريمون غير راس المعلقه، ما غاديش نحتاج بزاف. والا لاحظتوا ما غاديش نحتاجوا العطريه، ما نحتاجوش اللقامه، حتى الملحه راه ما غاديش نديروها، يعني غادي ندير غير شويه، غير سميت الله. صافي غادي نطرب البيضات ديالي. ودابا غادي نزيد الخرطال على لومليت. هانتوما كيف ما شفتوا درت كاس ما عمرش كامل. صافي غادي نخلطو مع هاد البيض اللي طربت. هنايا كيف ما بان لكم ها هما لي زيبينار، راهم نزلوا شي شويه، ما بقاوش كيف ما حطيناهم في الاول. دابا غادي نزيدوا عليهم لومليت اللي خلطنا. صافي بحال هكا غادي نخلطوها باش يندمجوا عناصر مع بعضياتهم. انا دابا حاضره عليها البوطه، ناقصه البوطه، ناقصه من العافيه باش ما تحرقش ليا لومليت. غادي نقادها باش تجي مستوى واحد، بعد غادي نغطيها ونخليها طيب. فوالا ها هي دابا لومليت ديالنا غادي تكون طابت. هانتوما شوفوا غادي تكون نشفات من هنايا. غادي نحاول غير نقلبها غير شي شويه غير باش نطيبها من الجهه الاخرى تحمر ونحيدوه. اي فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال لومليطه ديالي. من مور ما قلبتها تحمرات شي شويه وكتجي بحال هكذا. دابا غادي نقترح عليكم اومليطه واحده اخرى، اولا فيرسيون واحده اخرى ديال هاد لومليط اللي غادي نديروها شويه ديفلوبي، اولا الا بغيتو نقولوا نزيدوا فيها شي مواد. وبحال هاد النوع هذا ديال لومليط يصلح في الفطور مثلا،
اولا فشي شي غوبا اللي يكون اقتراح ثاني اولا لومليطه الثانيه اللي غادي نديرو غادي نزيدو فيها شي مكونات واحده اخرى. وهاد هاد لومليط تقدر تصلح لنا بحال في الاكله ديال الغداء اولا حتى في العشاء الا بغيتو، ماشي بحال اللي درنا في الاول اللي نقدروا نديروها في الفطور اولا الا بغيتو تكون خفيفه على هذه الاولى. غادي نحتاجو فيها بصله ايشالوت اولا كيف ما كنقولوا شالوطيه، ضريز ديال الثومه، اون بواط ديال الشامبينيون الا كان عندكم شامبينيون فري من الاحسن، بيان سور غادي ناخذوا لي زيبينار، البيض هو العنصر الاساسي ديال الاومليت، و الفلوكون دافوان. هذا الفلوكون دافوان هو اللي كيعطينا هذيك لا كونسيستانس ديال الاومليت اللي كتجينا غليظه واللي كتشبع. بغيتو ديروا منه بناقص تقدروا تحيدوه الا كنتو مثلا بغيتو ديروها بالخبز تاكلوها بالخبز اولا ديروها في ساندويتش. وغادي نحتاجو شويه ديال البزار كيف ما في الاولى وواحد شويه ديال الملحه. اجي نشوفو كيفاش نوجدوها. هنايا غادي ندير المقله ديالي تسخن فيها شويه ديال الزيت، نزيد واحد شويه بصراحه حيت مازال غادي نستعملوه. الوغ البنات الا بغيتو لومليط تصدق ليكم خاص تكون عندكم مقله ما كتلصقش. اهم حاجه في التوجد ديال لومليط هو المقله. هنايا غادي ندير في المقله هذيك البصله اللي قطعت قطع صغيره، والثومه ضريس ديال الثومه حكيتو بالحكاكه رقيقه، صافي غادي نخليهم يتحمروا شويه. بينما ما تحمرت لينا البصله غادي نشدو لي زابينار ديالنا نحاولوا نقسموهم غير هكا غروسيرمون، يعني بطريقه عشوائيه قطع كبيره ماشي ضروري نرققوهم بزاف. اصلا راهم غادي ينزلوا دغيا في البواطه، ما نساوش البصله ديالنا باش ما تحرقش لينا هي والثومه نحركوها. غادي نزيد الشامبينيون اللي عندي هنايا، هذا راه ديجا مقطع قطع صغيره. كيف ما قلت لكم الا كان عندكم شامبينيون فري غادي يكون من الاحسن. غادي نخليه يتحمر. من بعد ما خلينا البصله حتى تحمرات مزيان وطابت هما والشامبينيون غادي نزيد لي زيبينار ديالي. الوغ في هاد لومليط الحاجه الوحيده اللي كتبغي طياب بزاف هي البصله، داكشي علاش نديروها هي الاولى ونخليوها حتى طيب باش ما تجيناش قاصحه في البضغه. الا درناها الا ما خليناهاش طيب مزيان اولا درناها نيشان مع هذاك الشيء الاخر ما غاديش تجينا زوينه في المضغه، غتجينا قاصحه تبقى تغزز لينا. صافي غادي نخلي هاد لي زيبينار ينزلوا غير شي شويه وغادي نزيد عليهم لومليط ديالي. دابا غادي نزيدو لومليطه ديالنا كيف ما درت في لومليطه الاولى، البيض والخرطال وشويه ديال البزار وواحد شويه ديال الملحه فريمون غير شويه. غادي نحاول نخلط هادشي كامل غير باش يجيني قياس واحد ما تبقاش جهه فيها اكثر من جهه. صافي بحال هكا وغادي نغطيها باش طيب. هيا الملطه ديالنا طابت اولا بدات كطيب، دابا غادي نحاول نقلبها غير باش هادشي اللي مازال كيبان لكم هنا شويه مازال ما طابش شويه خطر يطيب ويتحمر، حيت هادي كتجي عامره شي شويه ماشي بحال الملطه اللي كتكون رقيقه وكنقدروا نغوليو. الوغ انا غادي نقلبها ونوريكم الشكل النهائي. هيا الملطه ديالنا وجدات كتجي بحال هكا على هذا الشكل، وهذه هي الاومليطه الاولى اللي اقترحت عليكم. يعني الفرق بيناتهم هو هذه فيها البصله والشامبينيون، هذه كتكون ثقيله شي شويه اللي كيف ما قلت لكم تقدروا ديروها في الغداء اولا ميم في العشاء، وهذه كتجي مزيانه بو ان غوتي اولا بوغ الفطور. نشوفوا كيفاش غادي تجي دابا من فوالا
هي كتكون عامره وكتكون لذيذه بزاف. جربوها وردوا عليا الاخبار، قولوا لي الراي ديالكم اون كومونتير. نتمنى تعجبكم لوملات الشوفان والسبانخ وتجربوها. ما تنساوش خليوا لي الراي ديالكم اون كومونتير، وانا نخليكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع فكره جديده. السلام عليكم.